دلوقتي جه ميعادنا عشان نتعرف مع حضراتكم على الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، ومنها انه هيتم غلق كلي لمطلع طريق الدائري المنيب القوس الشرقي للقادم من مناطق شبرمنت بطريق المريوطيه، وده كمان ضمن مشروع توسعه الطريق الدائري. ايضا النهارده الكنيسه الارثوذكسيه هتبدا صوم الميلاد، وفي اربع مباريات قويه في اطار الجوله الثانيه لدور المجموعات بكاس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فإدارة المرور هتنفذ غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المنيب القوس الشرقي للقادم من مناطق شبرمنت بطريق المريوطية والمؤدي للطريق الدائري تجاه مناطق المنيب، وده ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري، وهيكون فيه تواجد للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. النهاردة هتؤدي قافلة الأزهر الدعوية المتواجدة بمحافظة شمال سيناء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى بمدينة العريش بالتنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء. النهاردة أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر بدء صوم الميلاد المجيد المعروف بالصوم المحبوب لدى الأقباط الأرثوذكس، واللي هيستمر لحد يوم 7 يناير المقبل اللي بيوافق عيد الميلاد المجيد. لعشاق كأس العالم النهاردة موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعتين الأولى والثانية من كأس العالم. هيلتقي منتخب ويلز مع منتخب إيران الساعة 12 الظهر، ومنتخب قطر مع منتخب السنغال الساعة 3 العصر. منتخب هولندا هيواجه الإكوادور الساعة 6 بالليل، وأخيراً منتخب إنجلترا مع الولايات المتحدة الأمريكية الساعة 9 بالليل.